بالعمل مع وجود خطأ في توقيتي الفجر، فهل أصلي مع الجماعة وأعيد أم لوحدي أم أنتظر مرور نصف ساعة وأدخل في الصلاة؟ هذا كله لك، لو صليت في الجماعة ثم صليت ثانية جاز، ولو انتظرت ثم صليت جاز، هذا كله لك. يعني هذا كله لك. وأظن مسألة تأخير ميقات صلاة الفجر هذه مسألة صارت معلومة، لا سيما بعد الأبحاث التي ظهرت وبعد الكلام العلمي الذي ظهر مؤخراً.